اهلا بيك في جايتكس جلوبال. وصلنا اكبر معرض للتكنولوجيا في العالم. موضوع كبير. واللي بيقام في مركز التجاره العالمي بدبي. شايف المنظر ده؟ ده التاكسي اللي جاي بقى. واللي سعيد جدا بدعوتي ان انا اكون ممثل عن واندر شير. لم علينا عبيدك يا رب. وانا من بكين بقول لك واندر شير جايه في الشغل تقيل. وانا من بكين بقول له انا كبيرك فوق راسي يا جد يا جبر شرقاوي. ده جد ده جد انا حتى اتعلمت راس السين. يا هلا والله يا هلا والله يا هلا والله يا هلا والله يا هلا والله. انا عمر عطل. انا مرة طال. عمر عطل. عمر عطل عطل. بس خلينا نرجع لبداية القصة لما جات لي الدعوة من واندر شير. وبالفعل حجزت كل حاجة وتحركت من مصر للإمارات عشان أحضر أكبر حدث للتكنولوجيا في العالم. وكان عندي فضول كبير جدا أعرف إيه الفايدة والقيمة اللي بيقدمها المعرض ده. من أول ما وصلت ودخلت القاعات وأنا منبهر. موضوع كبير جدا. الحدث ضخم جدا وفيه شركات كتير. وده يعتبر فرصة وملتقى ما بين الشركات والمستخدمين وكمان المستثمرين ورواد الأعمال. كل شركة بتقدم حلولها المبتكرة والمستقبلية. شفت عربيات بتصميمات فضائية وكمان عربيات بتطير حرفيا. وشخصيات مهمة كتيرة بتحرص انها تكون موجودة في المعرض ده، زي ما شفت سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد ابو ظبي ورئيس المجلس التنفيذي لإمارة ابو ظبي. وفي جولتي شفت روبوتات كتيرة. وخليني اقول لك ان الموضوع بيقرب قوي ان احنا نقابلهم في الشارع مع تطور الذكاء الصناعي. تخيل الروبوت دوت وهو بيخبط عليك الباب ويوصل لك الطلبات، او ده يكون المساعد الشخصي بتاعك. وابتكارات كتيرة في الامن السيبراني وتكنولوجيا المعلومات. وواندر شير هنا كانت متواجده بتفاعل كبير جدا وبتعرض ثلاثه من اهم البرامج الخاصه بيها. واندر شير في الموره، واندر شير بي دي اف فيرمنس، واندر شير اي درو ماكس. الفكره في معرض جايتكس ان هو بيقدم حلول لكل حاجه تتخيلها في التكنولوجيا. واللي عملته واندر شير انها قدمت حلول قويه جدا. مش بس كده، دي اضافت الذكاء الصناعي في كل البرامج دي. ومن اقوى البرامج دي وهو بي دي اف اليمنت، ومن اسمه هو متخصص في كل حاجه بتعملها للبي دي اف بتاعك. بدايه من انه ممكن يلخص لك اي عدد من الملفات بالذكاء الصناعي، وطبعا تعدل على ملفات البي دي اف بشكل سهل جدا زي الوورد، وكمان توقع عليها. وبرده موجود فيه مساعد بالذكاء الصناعي تقدر تتكلم معاه وتقول له يعمل لك اي حاجه انت عايزها في البي دي اف، زي ان انت ممكن تترجم الملفات لاي لغه وكمان تراجع الجرامر في الملف. واكيد طبعا ممكن تحول البي دي اف لاي صيغه تانية زي الباوربوينت او الوورد. والميزه القويه جدا وهي الاو سي ار بي دي اف اللي بتخليك تحول اي ورقه انت عملت لها سكان او صورتها لملف بي دي اف مفتوح تقدر تعدل عليه وتضيف عليه الكتابه بسهوله. اما البرنامج اللي فاجئني جدا واللي يعتبر ده بقى ايه اللي ممكن يعمل لك نقله نوعيه في انتاجيتك بشكل عام، اي درو ماكس. في البرنامج ده ممكن تحول اي بيانات ومعلومات معقده لرسومات بيانيه منظمه ومرتبه تساعدك في ترتيب افكارك وتدير اعمالك ومشاريعك، وكمان بمساعده قوالب جاهزه وادوات كتيره مش محتاج تكون مصمم. It's very easy to use diagram software. We have all kinds of templates so you can easily find the templates. تقدر تستخدمه في الصناعه او في الدراسه او في حياتك ومهامك اليوميه وتزود انتاجيتك بيه. واندر شير معروفه باكتر حاجه عن السوفت وير القوي جدا في المونتاج وهو فيلمورا. وفيلمورا بالنسبه لواندر شير يعتبر هو المنافس بقوه لادوبي بريمير برو. منافس. فيلمورا بيقدم تجربة استخدام قوية وسهلة في نفس الوقت، ومميزات الذكاء الصناعي اللي فيه زي انه ممكن يقطع لك الفيديوهات الطويلة وكمان يغير الابعاد اوتوماتيك، غير انه ممكن يظبط الفريم والقطعات وكمان يقدر يحسن جودة الفيديوهات، يعني تقدر تستعيد نقاء ووضوح الفيديوهات تاني بسهولة وتلون الفيديوهات بشكل تلقائي كمان. وكمان يقدر يساعدك ان هو يتعرف على نوع المحتوى اللي في الفيديو بتاعك ويجيب لك الساوند تراك المناسب ليه، وبيساعدك كمان في مواعيد ونشر الفيديوهات بتاعتك على السوشيال ميديا. وفي اخر كل يوم من معرض واندر شير كان بتقدم جوائز وتعمل مسابقات للحضور، والاجواء كانت جميله جدا وتفاعليه وفي حماس كبير جدا. واخيرا انا استمتعت جدا واتبسطت جدا بوجودي في معرض جايتكس للتكنولوجيا، وكمان مبسوط جدا لدعوه واندر شير ليا ان انا اكون معاهم وممثل ليهم في المعرض ده، ومتحمس جدا ان انا اجرب كل المنتجات الجديده ديت. فلو انت كمان متحمس هتلاقيني سايب لك لينك بتاعها في الديسكربشن تحت. استني اشوفك الفيديو الجاي وحاجه ثانيه اقوى. انا عمرو عطله، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.